مثلا من جملة المعايير اللي تخلص فيها هي التغير المدرسي. الظروف الطبيعية. الظروف الطبيعية والعدم المسلك المعبد اللي يوصل للمدرسة. الظروف الطبيعية ومثلا ماشي طريق يوصل للمدرسة. طريق تتقطع في وقت بسبب المطر تتقطع. ثم انه المشاكل الاجتماعية اللي تعيشها المنطقة هذه. المشاكل الاجتماعية كبيرة برشا صراحة عبيد. حاجة أخرى الانقطاع الدراسي. هذا ما بيتي هذا ما هي سكر المدرسة حتى تصل معنا المدرسة تلم معنا جوا وبيتي.